يا نصر موعدنا في القمة يا نصر وين قم يا زعيقي زعيقي قم حبيبي اليوم التاديب قم يابا وين هذا الحركات كل يوم سوف يطنبك طنبك واني يتوزع عني يابا 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 اشتبي صحيت حيدي كل يوم تروعني من الصبح اشتبي انا الحين يبا اسف توقعت انك انت صاحي دام نايم خلاص اخليك واجيك وقت تعال تعال اشتبي انا بس بفهم شيء واحد يبا وشو تنام هناك ما تنام عشرين ليش انا هنحاش منك شو اسوي فيك لازم انام مني 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 عشان انت تأديني من الصبح تروعني تقرعني والله ترى ادعي عليك دعوه اما اخليك تقعد من الصبح لا ارجوك ارجوك انا ابوك ارجوك ارجوك يبا لا انا ما يجوز انا اكون عاق والدين خلاص اترك واجيك وقت اخر تعال قول اشتبي يبا الحقيقة يعني ودي أفتحك في الموضوع هاي موضوع اليوم راح تقابلون الزعقيين العالمي انت وجهك اقلب وجهك بس انتوا راح تقابلوا انتوا حال مين انتوا راح تقابلون الهلال هذا الزعيم الزعيم تعرف شنو الزعيم يابا 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 أرجوك أرجوك يابا عل العالمي هل العالم الزعيقي أرجوك رجاء خلاص خليه يخسر كبا هذا الأزرق إذا لعب جهزوا كأس العرب يا حبيبي عالمي 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 مو محلي أحمد ربكم أحمد ربكم أحمد السلطان يتبع لكم ولا قسما بالله تبعون جح عند الباب جح أنا أقول لك رح خيبة العمر من الحكا خيرا الليلة في الليل إذا ما نصك طال عمرك بخمسة خمسة 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 والعالمي العالمي يلعب لعب وانا اقول لك خمسة وخميسة على الازرق على الهلال يابا لا تخليني اخسر كبا لا تخليني اخسر كبا ايه ترى انت لعب كرة ومعروف سابقا في رجاء يعني طبعا إيه؟ طبعا لاعب كرة وافهم بالكرة احسن من لا نلعب تعرف لا بلعب في كأس اسيا ايه وكل الكؤوس في اسيا في اوروبا نلعب ونلعب ونلعب لكن نخسر بعض الأحيان في شيء؟ لا ما في شيء يا زعيقي ما في شيء يا زعيقي ما في شيء لكن الوعد الليلة الوعد الليلة يا أبو خميس الوعد الليلة وكعلان موجود الوعد الليلة هين هين نشوف هين في شيء؟ لا ما في شيء أقول راح بس يما واللي يرحم والديك طلبتك طلب يما لا تردين الله يرحم والديك يما ادعي النادي النصر ان يفوز تكفين يما الله يرحم والديك يا كريم يا رحيم يا الله تنصر النصر وتوفقه في تسديداته امين امين يا كريم يا رحيم يا الله تبعد عنهم الكورنر وضربات الجزاء يا الله اللهم امين اللهم امين يا رب تحرسهم بعينك ورعايتك وعنايتك وهم في طريقهم للمرمى يا الله امين امين يا رب تبعد عنهم ضربات الجزاء والكورنر يا الله اللهم امين يا رب تسخر قلب الحكم عليهم ما يعطيهم كرت احمر ولا اصفر يا الله يا رب امين يا كريم يا رحيم تبعد عنهم الوقوع في مصيدة التسلل يا الله الله اللهم امين اللهم الله اللهم يا رب اشغل سامي الجابر في بيته بالمكيفات تخرب عنده والسباكه ولا يجي المباراه يا رب امين اللهم يا رب اجعله يزكم في بيته ولا يجي يا رب امين اللهم اجعل ناصر الشمراني يرقد ولا حد يقوم مع المباراه امين اللهم اجعل محمد شلهوب يمه يعرس ويروح مالي ازاي يقعد شهرين يفكره من شره امين يمه لا ثلاثه لانه يمكن يرجع بعد على الكاس ولا العهد ثلاثه شهر يما حدد شهرين ولا ثلاثة ثلاثة يما آمين اللهم انصر النصر يا رب آمين اللهم انصر العالم يا رب العالمين آمين يلا يا مجيب يا رحمن يا رحيم يا رب تهدي قلب ولدي وزوجي وبنتي علي يا رب السلام عليكم يا ابو مطلق عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يلا حيا الله يجزيك عطني شال نصراوي الله ينصركم يا النصر ويرفع رايتكم ها ويجعلكم متصدرين طول اعماركم ان شاء الله تفضل هذا شال النصر
كم هو بهذا يا مناحي؟ هذا ب20 ريال، 20 ريال. أما 20 ريال يا مناحي، طول عمرنا نشتري ذول الشالات على 5 ريال، وانت بيعها ب20، يا انتهازي. انتهازي ها؟ يا رجال يوم قلت كلمة انتهازي ضرسك بغى يطيح. عموما المباراة على الكاس النهائي طال عمرك، وبعد ساعة بتلف الرياض فر ما تلقى فيه ولا علم. يلا يلا جيب ال20، جيب ال20، جيب ال20. خذ. الله يسر عليك، الله يسر عليك. الله السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعلم نادي الهلال السعودي. هذا نادي الهلال السعودي، يا حب لي لك ويا حب الهلال، الله ينصركم ويجعلكم متصدرين يا الهلال. تفضل حبيبي تفضل. كم هذا؟ هذا ب25 ريال، واول مره ابيع بالقيمه هذه. ليش؟ يا يوم التبن، كل واحد لازم اعلمه، لازم اعيد عليه الدرس. يا حبيبي اليوم المباراه النهائيه على الكاس، وبتلف الرياض كله من شمال الغربه جنوب وشمال، ما تحصل ولا علم. يلا جيب 25 ريال جيب. الله يستر عليه، الله يستر عليه. ماذا تفعل أيها المرابي؟ أهلاً أيها الرويبضة، إنني أبيع الإعلام، قصدي أبيع الرايات، راية النصر والهلال. ألا تخجل يا رجل وأنت تبث روح الفتنة بين أفراد المجتمع وتمزقه إرباً إرباً وتنشر الفتنة؟ لكن ما أقول إلا استغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه. جرير انا اشوف انك تحترم نفسك، لا علي الحرام اردعبك في ذا الجدار، اكبر افغاني في السعوديه ما يطلعك منه. لا تسوي علي مثقف ولا تفلفس، لا تسوي مثقف، لاني انا شارب الثقافه كلها. انا مثقف غصبا عن نخرتك وفيلسوف العرب. وانا شاعر العرب. ايه اسمها القصيده. ايه يلا يلا. في الدوري نرفع الرايات، وفي الشعر نظم الأبيات. الله الله. بين الكورة وبين الشعر نقول هاي هات هاي هات هاي هات هاي هات. الله أكبر الله أكبر. عطرة عطرة عطرة. زدنا بعد زدنا زدنا هات. بيقول بيقول فكونا من هلال ونصر، خلاص ما عاد سالفة. الله أكبر. وعلي واتحاد واتفاق ونهضة. هي كمل كمل. ما عاد نبيه هالسوالف، فكونا تعبنا. الله ويلب قلوبكم كلكم يا حبايبي. أشهد بالله شعر جزل، شعر جزل. وأنا رجال ها نويت ها أشربكم حمضيات على حسابي. أنا صايم اليوم. صايم؟ الله يسر عليك. تعالنا بعد نويت. تفضل أشرب. وأنا عندي عندك عندك مسوي خلف من هالدال عندي، ما تعرف تجمع كلمتين. هل على نصر اتفاق هذه صارت قصيدة؟ تعال أنت يا هاي. تعال 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 تعال. أنا لا وجدتك. أعطي ظهرك أعطي ظهرك اللي ما جدت. أستغفر الله أبويا. قول يا امه ترى بعض الناس انا بيني وبينك ودي يفطر زين، لان ما راح يتعشى من الزعل بيكون مهزوم. طمته طم واسكت. لا اقوم احنا توطى ببطك انت وناديك. لا تقعد تطرق على نادينا، احنا نادينا نادي العالم يا زعيقي. يا زعيقي اسمع انت، اذا بطلقك بطلقك علشان نادي الهلال. احمد ربك انك عايش لحد الان معنا. طلقها يبا طلقها، فكنا منها. ما انت اول رجال يطلق حرمته علشان انتمائه للنادي، بالعكس هذه تضحية حقيقية. يما خلي يطلق خلي يطلق، طلقها يبا. قسما بالله لا ازوجك حسين عبد الغني ولا السهلاوي ولا القحطاني. ها شبي واحد ازوجك واحد. هداف هداف، مو واحد لعب في المنطقه ب 20 سنه ما جاب ولا هدف، كل الاهداف جابها صلاح النعيم وماجد عبد الله يسوى ريال من دابو. ايه كف كف انقلع اطلع برا اطلع. يا خسارة يا يا خسارة يا تطلق ولدك المتصدر عشان نادي الزعيقي، عشان الزعيقي يبا تطلق بالبيت. شوفي يا امه شوفي. انك طم واسكت ان شاء الله. فيك شيء يبا؟ لا ما في شيء. انت فيك شيء؟ لا. اقلع اقلع. انت وفريقك ذا الخايس اللي ما قد فات ولا مره. والله ما المخيس اللي انت وناديك الزلابه، حنا نادي القرن حنا. حنا انا زلابه؟ ايه لحظة لحظة. صلوا على النبي يا جماعة يا جماعة، صلوا على النبي يا جماعة. انتم تدخلوا لذي انفسكم يا جماعة يا جماعة يا جماعة الخير، تدخلوا لذي انفسكم. فك 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 لا تكر. خلاص 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 يا ولد يا ولد اللي يجينا. تعال يا خمس يا أمعة. خلاص 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 خلا
حكم بينهم اشتوا يخسروا بعض علشان كورة. كانت الفتنة نائمة، الويل لمن أيقظها. من اللي أيقظها؟ من اللي أيقظها؟ ومتى أيقظها؟ يا عقوق يا عقوق تلك عصي جدة تقول له حكم بينهم ذلحين ما فيش داعي لكم متى. يا شباب يا شباب يا خبرة يا خبرة يا خبرة، لما هذه المهاترات؟ لما هذه المهاترات؟ تبا لكم. ايوه تبا لهم وانت معهم كمان. ايش رايك يا ما قلت كاني حكيم؟ تمام. تبا لك تبا لك تبا يا حبيبي. انت 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 يا الكاكاو على قول مناحي، اسمع، ترى العالم عالمي، عرفت؟ والزعيقي زعيقي، صح ولا لا؟ صح. لذلك لا تمد يدك على عالمي، عرفت ولا لا؟ يا عبطي يا عبطي يا ولد. اما على اما على اما يا نصر موعد ما بالاما. تخيل يا جماعة الخير، قبل يومين جاني شاب ماجستير في إدارة الأعمال من أمريكا، كنت ناوي أوظفه لكن للأسف طلع فقراوي، قمت وطردته. بيض الله وجهك، هذا هو الصح يا حبيبي. يكون في علمك النصراويين ما يوظفون هلالين، وحين لازم نرد الصاع صاعين. صاعين بس؟ كل 40,000 صاعف عليك. أنا عاد تدرون لو في وزارتي هنا اكتشفتم في واحد فقراوي، تدرون وش بسوي فيه؟ أبنطله بذبه برا على طول. تكفى طال عمرك تكفى، أطرده وأطرد أبوه. إي الله يسلمك يا عبيد. الأخبار طيب الحمد لله. هاتي أخبارك. ها؟ صدق؟ عريسي جديد؟ الله يبارك في حياتك. شكرا شكرا. عاد ما قلتي لي منو هذا العريس الجديد؟ سعيد. يا ربي منو سعيد؟ اي عرفته، سعيد ولد ام سعيد، عرفته يا اخي. والله رجال طيب. ان شاء الله. اجل خلاص خليهم يجون يزورونا اليوم العصر، وانا بعلم خميس ابو خميس ينتظرونه ان شاء الله. سمعين عادته ما وصيش، قولي لهم بنتهم بنت حساب ونساب وجمال ودلال، واكدي عليهم ترى اللي خطبوها قبل حوالي 600 لا 700، لا عن الكذب والخيبة بصراحة 699. ايه انت بعد تعرفين كل شيء. ان شاء الله خلاص ننتظر. يلا مع السلامة. نانسي نانسي يا نانسي. خير؟ تعالي تعالي. ايش رأي خطيب جديد؟ ايه يا شباب، اليوم الهلال بيمسح الأرض في الفقراوية هذولي. أنا عن نفسي ما راح أقبل أقل من 3-0. أنا بأربعة. كفو، أي أربعة. طنبك طنبك، ما بقدر أسوي شاهي للزعقية، قسما بالله لا أروشكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حسن طالبك الشاهد عمك. يا فرحيانا الليلة يا سعديانا الليلة يا فرحيانا سيدة. حبيبي قرب وتعالى ابوس ابوس. انا هو هو للحين للحين يمه يمه قلبي 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 حبه حبه قبل لا اشوفه. يمه هاي فال طيب. يمه ديري بالك، نبهي على ابوي واخوي الزلابه، قولي له لا يطفشونه، واذا طفشوا راح اروح فيها. لا ولا يهمك، اطمني رقدي وامني ان شاء الله، اتكلي على الله ثم علي انا ان شاء الله. انا بكلمهم اليوم، واليوم بيون الناس بيخطبون، شوف الله يتمم على خير اليوم. يلا حضني زي الأفلام. لا هو رجلش أبي أبوسة. لا رجلي في مكان. لا استغفر الله. لا حبيب تعب يا يوم، بس تك العافية يا يوم. بسم الله عليك. بسم الله. هدي هدي يوم. اسحف كذا يا غبي، كذا تمشيني عند ربعي واصدقائي الهلاليين كذا. طال عمرك انا يوم دخلت عليكم طال عمرك سمعت سيرة الهلال بديت ارتجف طال عمرك، حسيت بشيء غريب فيني، شعور عجيب عجيب طال عمرك عجيب طال عمرك عجيب. انت هلالي طبعا طال عمرك،
عبر عن جد طال عمرك، انا كريات الدم اللي تمشي فيني هلالي يعني لولا خذ من دمي وحلل طال عمرك، يطلع لك سامي الجابر الشلهوب، سامي الجابر كريه حمراء، سامي كرياتي كلها زرقاء طال عمرك، انا موت يعني اتوقع اني شجع اذا الحالم اذا الفقراوي اذا اللي ما عمره فاز بشيء اذا بحونه كل شوي العالميه صعبه قويه، العالميه صعبه قويه وكل يوم يرزعون اربع اهداف من اللعب كل يوم كلام فاضي. انا على العموم كنت متاكد وعارف ان جذورك في الارض ابا عن جد هلاليه، بس قلت يعني أبى أتأكد أشوف وش مويتك ولا كان ما شغلتك عندي أصلاً هنا. طبعاً. هلال ها؟ هلال طال عمرك مرتمبك. يا الله يصير اللي في بالي وتحقق أماني. تدعيني يفوز الهلال؟ أي هلال أي بدر، هذا العريس رقم 25 وإن شاء الله يكون مسك الختام. قولي يا الله. يا كريم لا تخافين يا يما، أنا وصيت أبوك وأخوك قلت لهم يتمسكون فيه بأي طريقة وأي تصرف غوغائي منهم أنا أهديني عليهم. يعني تقضين عليهم؟ إيه خلاص إن شاء الله، يعني في أمل أتزوج ويبكوك الشعيال. في أمل يا يما، قولي إن شاء الله. يا الله من فضلك يا الله ارزقني يا الله، لا تنسى عبدك يا الله. الله يا الله ما شاء الله العائلة الرياضية. طبعا ابا عن اما عن جد، الوالد الله يرحمه ويطول في عمره كان لاعب في المنتخب وكان كل مباراة يصك بخمسة ستة اهداف. ما في داعي للاطراء. حايبة لا يبا، ارجوك لازم الناس شهداء الله في رضاه ولازم نعطيك حق الغيبة. تذكر يبا مباراتنا مع الياباني يوم خسرنا 5-0، الوالد جاب 4 اهداف. قلت ابل يا جماعة الخير، ابغى اعرفكم عن نفسي، انا سعيد بن علي بن مرزوق ونان ماجستير في علوم الكمبيوتر من امريكا. ما شاء الله. موظف وراتبي 20,000 ريال. ما شاء الله. عندي بيت وسيارتين وسايق وشغلتين وكل شيء جاهز. ما شاء الله. اهم شيء الاخلاق والروح الرياضيه. واتشرف بطلب يد بنتكم اليسا. نانسي تنكت انت وجهك يا البطريق والله. لا اصبر يا خربت هذا، اصبر شوي جامله الرجال راتبه هذا 20,000 ريال. حلو يبا، هذا يقود لنا عسل اسوال يبا. اسال الحين انت جاي عند عائله رياضيه ميولها رياضيه، ابوهم كان يلعب في المنتخب من يوم عمره 7 سنوات الى ما وصل 35 سنه وهو لاعب منتخب دولي قدم للوطن الكثير والكثير. بما انك في بيت العائله الكرويه الرياضيه، انت وش تشجع؟ صراحه انا اشجع النادي الملكي، النادي الاهلي، قبلها كنت اتحادي. ما شاء الله يعني بكل وقاحه وبكل قله ادب جاي بيت كل اهله وكل اللي ساكنين فيه يشجعون النصر وتقول لي اهلاوي؟ والهلال انت ما تسال وجهك، ما عندك دم يعني، ما عندك ادب انك جاي بيت خميس خلي ادب براحتك يا بخلي براحتك ما عاد ايش بلاك انت جاب الرجال جاب ايش بلاك لا تنزل على مره واحده خلاص الرجال جاي خطب اختك لازم تكون عندك روح رياضيه. اصبر خدانا شوف يا ولدي يا حبيبي يا اهلاوي، اسمح لي بكل معنى الكلمة وبروح رياضية رائعة وجميلة ورياضية بحتة. قح تفهم؟ أقول لك برا ما بقي إلا زلابة منك أهلاوي، نزوج أختي على كيفك أنت على كيفك؟ الشرها مو عليكم، الشرها على أمي اللي ما قالت إنكم تشجعون لها. سلام عليكم، اتقوا الله فيني، 26 عريس طيرتوهم طفشتوهم مني، أبي أصير أم، أبي أسمع واحد يقول لي يما يمه طبق انا ما ازوج بنتي لاي احد، لازم يكون هلالي لو على قطع رقبتي. ايه على فكره طبق قسما بالله لو ابوي زوجك واحد هلالي ان اول ما يموت لا خليه يطلقك وزوجك واحد نصراوي غصب عنك. ايش قلت؟ تستمر الحياه فيك شيء؟
احنا اصلا لا يمكن نتنازل عن اي شيء. اي نعم، وهم ما نتنازل عن انتماء لنادينا. انا ما علي من ناديكم، انا ما يهمني نصراوي اتحادي اتفاقي هلالي، لا ما بقى في العمر كثر ما مضى، انا بتزوج ابي اعرس ابي اشوف عيالي، فهمتوا؟ على شبابي اللي راح حجر. وكم هذا يا ابو مطلق؟ هذا بخمسين ريال، ترى قماش اصلي ما هم العف فيه ولا مرشوش بويه. نعم 50 ريال، تستهبل، الصبح كنت تبيعها على 20. عفوا سمعت جملة كذا اعتراضية فيها تستهبل، اردعك بكف اغير بلمح وجهك امزح معك انا، هذه سوق سودا حبيبي سوق سودا. طيب سوق سودا اجل. امسك امسك الله لا يشبعك بس. انقلع بس انقلع. من زينك يا جاي. ايوه. تعال. يا لبي. يا لبي. الحين انت شجع نصري شجع هلالي شجع اهلي شجع اتحاد. هذا عشان بيزنس بس حقي انت، لكن انا ما بشجع هنا، شجع هناك اندونيسيان. اه اندونيسيان اي خير ان شاء الله. ادخل داخل عشان ابشرك حمضيات. ادخل ادخل, أدخل. حمضيات اي كويس اليوم حمضيات. جالتك جالتك ناحي، انت لازم يكون لك موقف في الحياه. افا ليش الكلام هذا؟ لانك انسان متلون، انت لازم يكون لك موقف يا نصر يا هلال. سوى الوجيه متلون في الحياه يا نصر يا هلال. شوف انا افضل واحد في الحياه يعني حياتي، لا نصر لا هلال. طيب مع مين انت؟ انا مع الله سبحانه وتعالى ثم مع الفلوس. فلوس ايه؟ وهذا الفلوس ذا نادي يلعب في في, في الدوري. اه يا رجال توك تدري مالك في الكوره انت ولا لك شيء، هذا نادي عريق معروف في اوروبا. ادخل اشربك حمضيات واعلمك عن النادي هذا، لان النادي هذا لازم الواحد يطلع وهو شبعان. تفضل تفضل تفضل. بسم الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما دام ما تعرف الفلوس والله لا ادفك عشان تعرفها. ها استعجل هذا مسكين ابويا. اي مسكين والله هذا مسكين على طول انت ضربته لازم اسود. هذا شنو اللي فوق يا ابوي؟ هديك فين هدي؟ يا ربي. يلا ادخل داخل ادخل داخل. سادتي مشهد رائع ومثير للغايه كان بالانتظار. الان دقت ساعه التحدي من هنا، هنا الرياض، هنا العاصمه، هنا ديربي العاصفه، ديربي التاريخ، ديربي السحاب، مسميات كثيره اطلقوا عليه اكثر من 35 سنه على عمر هذا الديربي. كلمات تختتم وتبدا بثقافه زعيم جاء ليتحدى عنفوان العالم بكل هيبه في هذا الموسم. منقوله للامام باسوس اوه مرفي الامام محاوله ومرت الى حارس المرمى. للخلف ياسر الشهراني يلعب كرته محاوله الفرج انطلاقه نقله للامام تمريره عادت مره جوستاف بوليفار ينقل كره الى نامي حياها على صدره استلام من نامي انتظار يقول له تعال خذ مني الكره العب 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 حلو 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 برافو برافو تمريره من بين القدمين حركت كل الجماهير على المكان الشوت ما وصلت وعدت الى وين الى المدافعين تخلصت. بدا الهلال يظهر، بدا الان الهلال بعد دقائق معينه من المباراه. كره منقوله محاوله خذوا هذا ابراهيم غالب انطلق مهاره من ابراهيم غالب اخذ بالوحده وقفه كره بالجول كره بالجول الله ما تصدر لا تكلمني طمبك 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 بم ما تصدر لا تكلمني ما تصدر لا تكلمني طمبك 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 بس لا بس لا بس لا ما تصدر لا تكلمني ما تصدر لا تكلمني مبروك مبروك المتصدر مبروك ارتاح 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 وهزمناكم 1-0 يا الزعيقي خلت انباعك عالمي عالمي حبيبي تتعب تتعب وانت تلعب مع العالمي ما تصدري لا تكلم لي الطنبقة طنبقة طنبقة أنا اليوم خسرت خسارتين يا حظ الشين خسارة المعرس وخسارة المباراة. أقول أنت يا فرقنا أنت وذا البكش العراسك مالك دعوة نطمي حبيبتي يابا ذا العالمي ذا العالمي شجع العالمي يبا شجع العالمي وخش العالمية العالمية صعبة قوية يبا نصيحة 1-0 يا حبيبي 1-0 ما تصدر لا تكلمني طن 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 اسمع اسمع اصلا الجول هذا تسلل والحكم مدفوع له
وانا لاعب واعرف الحركات هذه. طنبق طنبق، هذه حركاتكم، هذه حركاتكم الهلاليين. لا فاز النصر قلتوا لا تسلل، الحكم ضدنا، مدفوع على اللي مسوي السعر. حبيبي عالميه عالميه مو محليه يابا. ايه انطم انت اسكت واطلع برا، ولا تريني وجهك الا بعد نهايه الدوري. اطلع. ايش دعوه يا طنبق طنبق؟ تطرد ولدك علشان مباراه وهو متصدر؟ كتب انت ولا كلمه يما. لا تزعلين الزعيقي، تعرفين يعني. وانت للحين واقف. اطلع اطلع. لا حرام عليك، الحين انت من جدك روح. تطرد ولدك عشان مباراه؟ روحي انت وانت طالق، روحي. صارت تعصب الرياض أكثر من تعصب الديني، أكثر من تعصب الخبري. أبوي يطلق أمي ويطردني من البيت، سبت كورة